كمان الليلة رح نختم مسابقة التلفزيون بالجزء الثالث مع 3 طلاب من قسم التلفزيون بجامعة القلبة. الطلاب هن سارة ولين ووسيم من طلابي، والمسابقة هي امتحان لهم وكمان إلي لنشوف قديه استفادوا وشو تعلموا عن التلفزيون اللبناني خلال هالسنة الدراسية. قسم التلفزيون بالقلبة هو اختصاص جديد فريد من نوعه بالكليات اللبنانية اللي بتعلم الإعلام، ومصمم ليلبي حاجات الطلاب من الناحية النظرية ومن الناحية العملية. بعتقد علي عم يهتم فيهم بغرفة العمليات. مساء الخير علي. مساء الخير زعبان، مساء الخير للمشاهدين وكلياتنا، وخصوصا نحن هون بغرفة العمليات ناطرين المسابقة. وإذا ما عارفين شو يعني مسابقة، فوتوا على اليوتيوب احضروا الحلقتين اللي مرقوا وبتعرفوا شو كان عم يصير. كان عم يصير أسئلة كتير هينة بس نتائج كتير غريبة، أسئلة لها علاقة بالتلفزيون، تلفزيون اليوم، البرامج الشهيرة. وكنا عم نسأل شباب من أعمار صغيرة عن شو عم يصير اليوم، وكانت عن جد النتائج شوي غريبة. في ناس عرفت أجوبة، في ناس ما كانت سامعة بأشهر المشاهير اللي نحن بنحضرها كل يوم على التيفي. اليوم الحلقة الأخيرة والمرحلة النهائية بهاي المسابقة، في عنا 3 تلاميذ من عندك زافان. هلا رح خليك بعد شوي تعطيهم نصيحة نهائية قبل ما يبلشوا المسابقة. في عنا وسيم، في عنا سارة، في عنا لين. أهلا وسهلا فيكم. كيف الحماس؟ تمام، حماسين ويلا. كيف التحضير؟ أنا قال لي زافان، ما بعرف إذا بتعرفوا سيدي، التحضير الاتكال على زافان بالتحضير، جزء من العلامة هاي. مزبوط زافان هاي عليهم علامة؟ إيه طبعا، هاي جزء من الامتحان. وعرفت إنه أنتم الثلاثة الوحيدين بالصف، يعني سألتهم إنه كيف نقيكم زافان، قال لي ما كان في غيرنا. أنتم الوحيدين بالصف. So, اليوم رح تكون جولة كتير حماسية. سارة صفير 19 سنة، انت سارة حابة تصيري مخرجة او بروديوسر لبرامج منوعات وتوك شو، بس مش سياسي ابدا. ليه مش سياسي تحديدا؟ يعني ما بفهم فيها، ما قالي فيها ابدا. اوكي لين ما هو مش ناقصنا كثير سياسي بعد. لين 19 سنه، بتحبي تشتغلي بالبري برودكشن وبالكرياتيفيتي، يعني تطلعي بافكار جديده لبرامج. عم تفكري هيك، عندك كونسبت وسكريبت اكثر من برودكشن او بوست برودكشن. اوكي، لازمنا هلا صار افكار جديده بهالايام، ما هيك كله لانه عم ينعاد. ايه لازمنا. وسيم 20 سنه، وسيم انت بتحب تصير مقدم برامج او تحديدا برامج العاب، انا عرفت اكثر من غيره. مزبوط، بتحب التمثيل وعندك تجارب مسرحيه. في شيء مقدم العاب اكثر شيء بتحبه او بتحسه هيك ايدل؟ لا ايدل لقلي لا، بس في كثير عالم على الساحه حلوين، مش رح سمي حدا بعقده كلهم. اوكي، انا بحب ميشيل ازيا اكثر شيء. هلا ميشيل قوي بالالعاب، ميشيل استاذ الكل يعني، كلنا سوا كنا نحكي. هاي ميشيل. سو شباب صبايا بلشوا حضروا اذا معكم نوتس، هلا بعد شوي حنبلش. واليوم لانه امتحان، واحد بيتوتر قبل الامتحان، بدنا نبلش زافان بالمسابقه. مزبوط. شو عندك اخر نصيحه لهم قبل ما نبلش؟ ما فينا بيعطوني نصايح لي. ما فيك طبعا، فينا يعطيك كرمال البايت. تاخرنا كثير عن النصايح هلا. سو مثل العاده مشاهدينا، فيكم تتواصلوا معنا عبر الواتساب على 71 106 111. واليوم بما انه حلقه خاصه الاخيره او ما قبل الاخيره بعد ما بنعرف، رح نحضر فيديوز ورح نتابع مشاكل وقضايا طرحتوها علينا عبر الواتساب خلال الأسابيع الماضية. فتابعونا خلال الحلقة لتشوفوا الفيديوز اللي بعتولنا إياها. الفيديو الأول اللي بحب شارككم فيه هو فيديو من كريم فرحات. كريم بعت لنا هذا الفيديو مؤخرا وعنده مشكلة بمركز عمله. خلينا نشوف شو هي المشكلة. ألو. مرحبا. اهلا. مين معنا؟ يوسف حسن. من وين عم تحكي معنا؟ من الشارقه. شو اهم شيء الانسان اللي بيستعمله بالهواء؟ بالهواء اللي احنا بنشمه في شيء الانسان اللي بيتنفسه الانسان بيستعمله، شو هو؟ شو؟ اكسجين. متاكد؟ شاطر. طلع معنا في الدرهم بكره بتيجي بتسالنا بين الساعة 5 والساعة 7، اوكي؟ اوكي. هلا وقف مع الاعلان وبنرجع على البرنامج مع شانل 5. كنت دائما اقول لهم لاصحابي انه بيوم من الايام انا رح اقعد على الكرسي تبع زافان واقدم الحلقة مطرح. حسه مثل خيي الكبير، مثل يعني صديقي. دائما بس بدي اي شيء اول شيء بفكر فيه. زافان انا كل شيء عم بعمل لك اياه، مش لانه بدي اي شيء منك، هيدا اقل شيء ممكن الواحد يعمل ويعبر
لشخص قد ايه هو بيحترمه، قد ايه هو بيعزله، قد ايه هو بيعني له. هذا كله عم بعمله بس لاني بقدر شغله، بدي ادعمه، وكثير بحلم انه اشوفك انسان كثير مهم. هلا انت مظبوط كثير مهم هلا، بس بحلم اشوفك اهم اكبر من هيك. شو صار؟ صرت ما في داعي لك انه هلا اهلك عم يحضروك، شو عبالك تقول لهم؟ خليكم عم تحبوني. زافين ما بيتأمن لك بالأرشيف أنت. إيه حلقة قديمة. مين هيدا؟ ما اسمه كريم. Thank you ذكرتني فيهم. لازم ضلك لا تختم من عندك. أنا بدي أختم. Anyway يعني ما تحقق حلمي على الآخر وما قدمت الحلقة مطرحك، بس إلي الشرف كون جزء من هيدا البرنامج. عنا فاصل ونرجع. Thank you. بلا طول سيري مستمر معكم مباشرة على الهواء على الرقم 01 48 48 80.